الرز المقلوب بالفرن نحتاج إلى كيلو من الرز، نصف كيلو لحم بقر، 2 حبة بطاطا، 100 جرام اليقطين، زهرة، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ربع كوب زيت، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كبيرة من البهار، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الهيل، لتر ونصف من الماء. طبعا زي انتم شايفين هذه المكونات اللي نحتاجها. بالنسبة للبطاطا وللزهرة واليقطين انا قليتهم مسبقا في كمية من الزيت الغزير. طبعا تحبوا تقلوهم تمام، تحبوا تطبخوهم تمام، اللي تحبوا انتم تديروه، ولكن انا اخترت اني نقليهم. تحضير الوصفة سهل ومش محتاج اي جهد، واعتقد خصوصا لربة المنزل حتعجبها الوصفة لانها فعلا سهلة وبسيطة وجديدة يعني كي بطعمها. انا اول شيء هنا حنحط حوالي ربع كوب من الزيت، مجرد ما حطيت الزيت حنزل معجون الطماطم، وحنزل عليهم الرز، حوالي كيلو من الرز، حطيت الطماطم، حطيت عليهم الرز. تو هنا بنحركهم مع بعضهم، بحيث ان الطماطم يلون لي الرز كويس وفي نفس الوقت يطيب معه. حنحط طوى البهارات اللي عندي، نجيب ملعقة، عندي الفلفل الأسود، كذلك عندي الهيل، وعندي القرفة، وعندي هنا الملح، وعندي هنا البهار المشكل. تو هنا حنقلب المكونات كلها مع بعضها. حنزل عليهم حوالي لتر ونصف من المية. بعد ما نزلنا عليهم هنا المية حنغطيهم ونشوفهم مع بعض. يعني حنخليهم خلينا نبدل هيا بس هنا، حنخليهم حوالي مدة 30 دقيقة أنا لين الرز يمتص كل السعر. تو هنا حنشتغل باللحم، عندنا هنا حنحط بضع من الزيت، حنزل هنا اللحم طبعا مقاطصة مكعبات، هو والبطاطا وايضا اليقطين قاص مكعبات صغيرة. خليني نحمرهم شوية. حنضيف عليه الملح، دائما طبعا النار نشتغل عليها عالية، بتكون في النار الواطية باش اللحم عندي ما ينزلش المية عندنا هنا. خلينا نجيب فلفل أسود، يعني نفس البهارات اللي درنا بها الرز حنديرها على اللحم.
الهيل ايضا لطيف جدا مع الحم، كذلك القرفه، يعني تفوحوه على حسب الرغبه. زي ما انتم شايفين عندي هنا الحم قاعد يوصل لمرحلة السوى المطلوبة. يعني ما شاء الله الروائح مش قادر نوصفها لكم، يعني عندي روائح قداش رائعة. كذلك الرز خلينا نشوفه كيف بادي يغلي. على تو الحم حنخليه تو بعد ما كي شوحناه وخدنا اللون البني اللطيف هو، تو بكل بساطة ان انا حنخليه الحم عندي على نار هادية لين يستوي. ممكن تغطوه ممكن ما تغطوش، انا مش حنغطيه لان انا ما نبيش يتكون عندي كمية مرقة كبيرة من الحم، مجرد ان انا نبي فقط يطيب على نار هادية مع الحم نفسه، ما بين ما يكون عندي انا الرز هنا طاب. بس بعدها نشوف مع بعض طريقة تطبيق وصفتنا اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. طبعا انا عندي هنا الحم زي ما قلت لكم خليته يطيب في المية بتاعه على نار متوسطة لين او نار هادية لين تبخرت كل المية عندي، ولا عندي بهذا الشكل متحمر وطايب 100%. كذلك عندي انا الرز هنا ايضا طاب مص كل السوائل اللي عنده، وشايفين لونه كيف هيك احمر لانه بسبب معجون الطماطم اللي شوحناه معه. تو هنا حنجيب طنجرة. الطنجرة اللي بتستخدموها مشاهدينا الكرام يكونوا يا اما العراوي بتاعهم اما يكونوا يتحملوا الحرارة بالفرن او يكونوا حديد، او ممكن بكل بساطة تستخدموا كنتم تدخلوها في الفرن وتكفوا عادي، ولكن انا بحكم حندخلها في الفرن فانا مستخدم العراوي حديد. فانا توكل في الموضوع، حنجيب هنا قطع الحم عندي حنحطهم في البداية. يا ترى الكاميرا تصور لي من هنا. حنحط الحم عندي في البداية بالشكل هذا، هيك الحم هيك متحمر نستفناه. بعد ما ستفنا هنا الحم عندي حنحط عليهم القرعة الحمراء اللي انا قليها، يعني كمية صغيرة قصيتهم مكعبات وقليتهم، حنحطهم معهم. او ممكن ان انا توجتني فكرة بنديرها مشاهدينا الكرام معكم، ممكن ان انا نحط مثلا الحم والقرعة في جزء، او مثلا خلوهم هيك من الاطراف الحم. الشكل هذا ممكن هنوزع على الأطراف القرعة اللي قليناها. بعدين عندي البطاطا ممكن نحطها في النص. بطاطا مكعبات مقليات زي ما اتفقنا. بعدين عندي ايضا شرايح الزهرة، ولكن حنحطهم ممكن ناخذ الشريحة نفسها، ممكن نحاول هنا نخطف الورد بتاعها بالشكل هذا تتوزع.
وهذا شكلها بالشكل هو. وهما حنحتاجهم للزينة. توا بكل بساطة حنضغط عليهم بالملعقة نفسها. حنضغط عليهم. ممكن انا ناخذ حتى هي. حنضغط عليهم بالشكل هذا. هنا توا عندي الرز. حناخذ الرز اللي عندي وحنوزعه على التنجرة فوق تشكيلة الخضرة اللي حطيتها مع اللحم. حنحط هيك حبات رز، زي ما شايفين حبة حبة رز يعني عندي. خلينا نحرق البخار شوية كده. تو هنا بعد ما احط انا الرز حنضغط عليه. ممكن نستخدمه ملعقة تساعدني اكتر. حنوزع الرز عندي بالشكل هذا. احنا توا حناخد الرز. هذه اختيارية الخطوة، تحبوا تديروها تمام، ما تحبوش ممكن تحطوها حتى على النار حوالي 3 دقائق 4 دقائق. لو عندكم نوعية تنجرة كويسة وعراويها حديد ممكن تحطوهم في الفرن. انا بحكم تنجرتي نوعها كويس، مجرد حنفتح باب الفرن عندنا هنا حنحط فيه، من غير حتى ما نغطيها حنحط فيها التنجرة الرز. وبعدها خلوها حوالي 5 دقائق في الفرن او 3 دقائق على الغاز، وبعدها حنقلبوها ونشوف مع بعض بقية خطواتها. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. خلينا نطلع على الرز عندي هنا، مر عليه حوالي 5 دقائق. إذا شايفين على البخار كيف يطلع منه لأنه قاعد سخون. تو هنا حناخد الرز حنحطه في الصينية أو سفرة تكون واسعة، ياخذها كذا تو وحنقلبها. هذا عندي شكل الرز. لزقت هيك شويه بطاطا لكن لن اتنازل عليها، حناخدها زي ما هي ونحطها. شايفين هذه كانت وصفتي لحلقتنا اليوم. ممكن هنا طبعا نحطوا شويه زهرات لطيفات. طبعا انا بجد يعني سعيد من اللقب اللي اعطوه لي بعض من المشاهدين المتابعين، وطبعا لي الشرف بجد ان اعطوني اللقب هذا اللي هو ملك الرز. فان شاء الله باذن الله حنعطيكم وصفات جديده، وصفات مميزه للارز. انا ممكن بحكم مائده رمضان فاخترت هيك هي باش نحطها هيك فوقها تعطيها هيك شكل لطيف. هذا كان الطبق الاول لحلقتنا لليوم اللي هو الرز المقلوب في الطنجرة.